أيوب مسعود حلاسة من كباو. في أحداث 84 تم اعتقالي في الفترة متاعة أحداث الباب العزيزية، بعدها مباشرة لورود بعض الأسماء طبعا ممكن في بعض القوائم، وكان اعتقال في البداية عشوائي لمنطقة الجبل نفوسه ككل لأنها سموها ثورة الجبل. طبعا تم اعتقالي في يوم 11/5/1984، ومن ضمن ما أخذ مني طبعا أخذت مكتبتي بالكامل. طبعا حاولت أنا الكتب اللي هي مهمة، لأن كان في فترة من فترات هي كتب تراثية جمعناها ككل من منطقة الجبل ككل، يعني من أنفس الكتب اللي هي فجمعناها، لكن حاولت أني نخبيها، إنما للأسف تم حرقها فيما بعد من قبل والدي، لأنه كان يعتقد أن هي أداة اللي ممكن يعدموني بها وحاجة زي هذه. في بوسليم قعدنا فيها ما يقارب طبعا من 3 سنين إلا في الفترة هذه، وكان طبعا معاملتنا خاصة، يعني معاملة متعبة جدا 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 في الفترة هذه كلها. ممكن العد عدد المرات اللي طلعونا فيها للشمس على عدد الأصابع. يعني الحبسة أثرت في عائلتي كتير، يعني عندي طبعا أنا 6 بنات وثلاثة أولاد، معناها خاصة في الفترة هذه تم شبه اضطهاد، يعني اللي هم لأنهم أبوهم مسجون وحاجة زي هذه، وأنه أبوهم خائن للدولة وخائن مش عارف وغيره وغيره، فطبعا ما كملوش دراستهم في الفترة هذه. يعني هذه من الحاجات اللي هي أثرت فيها كتير، عاملين اثنين هي كتب وبناء وأولادي لم يستكملوا دراستهم إلا بعد رجوعي، طبعا الباقي الصغار هذو استكملوا دراستهم. لما خرجت من السجن بعد طبعا المحكمة التورية قلنا يلا حكم حكم ماشي الحكم ماشي، خرجنا كنا نعتقد أن بنلقوا حماية نلقوه، لقينا أنفسنا أن تمنينا أن احنا نرجع للسجن ولا طلعنا البر. ليه؟ لأنه كانت كل الأنظار متجهة إلينا، وكان كل الأمن مثلا يرقب فينا من فترة لفترة، طبعا تعالى وتحقيق وهات وبرة ومش عارف، يعني كل وحاطين علينا ألقاب وسخة، وبالتالي تحس بحسرة أنك أنت مثلا ما تقدمش في حياتك وعمرك يمشي. يعني من 87 إلى غاية 2010 اللي هي يعني فترة طويلة، يعني من عمر الإنسان راحت من ما أداش فيها حاجة لمجتمعه وما أداش فيها شيء لوضعها الإجالي، يعني كان مأساة، يعني اللي احنا يعني أنا شعرت بها أنها مأساة في حياتي يعني فعلا.